ممكن تمشي من هنا؟ لا طبعا مش همشي، انا مش صدقت انك تظهري. انت عارفه انا بقالي قد ايه بكلمك وانت ما بترديش عليا؟ عارفه، بس لو سمحت ممكن تمشي، بلاش كل يوم الفضايح اللي انت بتعملها لي تحت البيت زي. مش قادره اتكلم، مش قادره. عليا لو سمحت انا عايز اتكلم معاكي، ممكن تديني فرصه؟ خايفه مننا؟ مش هعمل لك حاجه. انا ايش ضمني؟ يعني على فكره انت اللي عصبتيني المره اللي فاتت وانا كنت بحاول اسكتك وانت فضلتي تضغطي عليا تضغطي عليا، كان غصب عني. غصب عنك؟